السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معكم الكيفيات، وبالنسبة لنهار اليوم نشوفوا ثلاث كيفيات. الأولى اللي هي حريرة، كنا شفنا نوع من الحريرة، اليوم نشوفوا نوع آخر من الحريرة. الطبق الثاني الرئيسي بلا دو ريزيستانس هو الجلبانة، الدجاج والجلبانة في الكوشة على طريقة جديدة. وفي الأخير عندنا قالب كوم ديسير، عندنا قويلبات التمر بالبرتقال. إذن بدون إطالة نبدأ في المقادير اللي نحضروها باش نحصلوا على كيفية الأولى اللي هي الحريرة. إذن بالنسبة لهذا النوع تاع الحريرة، انتبهوا مليح، تاخذوا قطعة تاع اللحم، طرف تاع اللحم، ولكن ممكن يكون عندكم شوية طريف تاع دجاج أحسن، مليح كي ديروا خليط بين الدجاج واللحم. إلا ما عندكش حطي اللحم فقط، إذن طرف من اللحم، ولا عندك طريف صغير ولا جناح، فقط للبنة حطيه، راهي تعطيها بنة مليحة بزاف. إذن حطيه خليط. نحطوا حبة نتاع بصل مقطعة خشين كيما راه، بس كنصفوها من بعد ولا نرحيوها. إذن ما كان لها تقطعيها بعد، كان لها تقطعي البصل الرقيق، تقطعيه خشين هكذا، حبة تاع بصل متوسطة مقطعة خشين، زوج حبات تاع طوماطيش متوسطين مقطعين كذلك خشين، قلت له خاطر نرحيوها ولا نصفوها، زوج حبات زرودية هكذا، حشيش والمع شوية الشيش، شوفي حشيش، نعناع، وشوية تاع معدنوس، عريشات تاع المعدنوس، عاود خليط من ربطة تاع الحشيش. دوك نوريك بلي ناحية النص عملتو هكذا والنص عملتو هكذا. إذن ربطة حشيش تربطيها هكذا، عريش نتاع النعناع وشوية نتاع المعدنوس. وهنا بالنسبة للحشيش شوية نقطعوه رقيق هاك باش نقليو، والآخر نخليوه نرموه بعد اللي نحطو الماء هكذا كيما شتي كيما شاهدتي. كميشة نتاع الحميصة نص مغرف معمرة نتاع الكونسونتخي دو طوماط، الحريرة تحب قروصة، تحب طوماطيش بزيادة شوية. أما بالنسبة للتوابل هما كالآتي، تحطوا شوية تاع سكنجبير ماشي بزاف، واحد ربع مغرف نتاع قهوة، على خاطر راهو السكنجبير عنده تخي فور، معناها قوي بزاف، إذا يجيكم حار، حطوا فقط ربع مغرف ان كار دو كويير ا كافي، ربع مغرف نتاع مغرفة نتاع القهوة. شوية نتاع القرفة كذلك، ربع مغرف نتاع قهوة نتاع قرفة. زعفران، هنا سي تان كولورون، نحطو زعفران، عندك زعفران يستحسن. فلفل أكحل هكذا، تحطي واحد أقل من نص مغرف، أقل واحد ربع مغرف تاع ماكلة، ربع مغرف تاع ماكلة تاع فلفل، ما تحطيش، ما لازمش ديريها حارة بزاف. ملح طبعا، وكذلك نرمو فيها كميشة ماشي بزاف، هذه الكمية واحد ما با مش مغرف تاع ماكلة مش معمرة بزاف. انت عندك الاختيار، سواء تاخدي الرز مغرف تاع ماكلة تاع رز، سواء تعوضيها بالمغرف تاع ماكلة نتاع فريك، او لا مغرف تاع ماكلة نتاع فيرميسان. نعاود، عندك الاختيار، تحبي تحطي الرز، انا نفضل الرز، يعطيها كذلك بنا احسن. اذا كان الاخت حبت تغير نهار دير الرز نهار تحط، لا تقدري، ولا فريك ولا كذلك فيرميسان، مغرف تاع ماكله ولا اكثر. وهنا نجو للحاجه الاخرى، هذه نتاع اليوم نعملوها بالخميره. الاولى اللي شفناها كنا شاهدتوا معايا حريره، ولكن درنا لها اون بيتيت ليزون تاع الفارينا، فارينا بالماء وحطينا لها القارص، العصير تاع القارص. هذه لا، هذه تربي الخميره، تاخذي واحد ثلث مغارف ولا ربعه نتاع ماكله نتاع فارينا، تحطي لها
واحد مغرف معمره نتاع قهوه نتاع خميره الخبز بين صباعك نتاع السكر تخص خميره كيما نربوا الخميره تاع الخبز. تدفي شويه تاع الماء، الماء لازم يكون شاد شويه، ماهوش بارد وماهوش سخون، وتبدي تخلطي فيها حتى تحصلي على عجينه كي تاع البغرير. تسمى سي تان لوفان، سي سكون ابل لو لوفان، كيما تاع البغرير نفس الشيء. وهذا الشيء وانت اختي تحضريه لازم تحضري، مادام تقراص مادام الحريره تاعك تجي بنينه اكثر، حضريه واحد اليومين قبل ما تقرب لي اليوم تعملي الحريره نتاع الخميره باللوفا. مثلا لكان حبيتي طيبيها مثلا غدوه اللي هي ان شاء الله يكون الثلاثاء، ربيها مثلا كيما البارح، ربيها نهار كيما نقولوا بالاثنين بالحد واحد يومين باش تقراص لك. شو هنا هاني نايا شو كيفاش خمرت، ها هي هذه نديروا لا سي لا ليزون، نفهمكم كيفاش نعملوها بعد اللي نكملوا التحضير نتاع هاد الكيفيه. اذا الان ناخذ القدره ونبداو نحضروا مع بعض الحريره. اذا ناخذ قدره، هنا تنجمي ما تاخذيش القدره تاع نتاع الطين ولا حاجه ثقيله، لا بالنسبه للشوربه نتاع الفريك الشوربه العاديه وي، اما بالنسبه للحريره خذي قدره عاديه. نحي الغطيوة ونبدا نحط في كل المقادير اللي كنت شرط لك عليهم لي زانغريديون اللي عطيتهم لك. اذا تاخذي تبداي باللحم بعد اللي تنطفيه طبعا تغسليه، ومن بعد تحطيه هنا، حطي قطع كبيره لاخاطش من بعد نصفوا الحريره ولا نرحيوها، نحيو تخلوه دو كوتي. ومن بعد كي تكملوا كامل قبل ما تحطوا في الصحن تاع التقديم تفتوه وتحطوه. اذا هذاك الشيء ما كان له تقطعوا اللحم لخاطر نصفوها. اذا نحط عليها الحبه تاع البصل، ها هي مقطعه اخشين، نحط عليها الطوماطيش كذلك مقطعه اخشين، ها هي نحط هاد الحشيشه المقطفه اللي قطعتها، الاخرى نخلي نحتفظ بها بعد اللي نمرق، نحط هذه باش نقلي بها اللي كنت قطعتها صغيره. عفوا فوالا، فوالا. اذا نعاود، حطيت البصل طوماطيش نتاع الحب اللحم وشويه نتاع الحشيش مقطعة الاخرى احتفظت بها، ونحط طبعا ما ننساش طوماطيش نتاع الكونسونتري. والان نبدا في التوابل، الحميصه وهذه من بعد نبدا نحط التوابل. ناخذ مغرفه فوالا، وناخذ فوالا. نسيت ما شرط لكمش على الكرويه، وهي الاساس، الكرويه هي الاساس، الحريره تحب الكرويه بزياده. اذا الكرويه هاني كذلك، دونك نبدو بها فوالا. عندي نحط كميه كبيره من الكرويه، شوفوا نص مغرف تاع ماكله، ونزيد نعمل في لا ليزون كي نحب ندير لا ليزون فوالا. هاي الكرويه نحطها هنا، ناخذ سكنجبير ما نكثرش، شوفوا مقدار هكذا باسكو حار. ناخذ كذلك القرفه نفس المقدار هكذا، ناخذ زعفران هكذا، فلفل كحل هنا ندير شويه بزياده هكذا، والملح طبعا، ملح ندير بزياده على خاطرنا سي تون سوب راني نمرقها هكذا ملح. والان دائما كنت شرط لكم في البدايه ما ننساش بعضه نعمل شويه تاع الماء، ما نقليش هكذاك، لازم دائما ندير شويه، واحد تقريبا نص كاس، ونمشي نحطها فوق النار.
ما تكونش قوية بزاف وما تكونش كذا، ونخليها تتقلى. وهنا ندي كل الأشياء اللي لازم نزيدها بعد اللي نقليها. فوالا الزرودية اللي كنت مازال ما قلت لكمش عليها. فوالا دوك نخليها تتقلى على نار النار هادية، ونستنى ومن بعد نواصل معاكم كيفاش نواصل. إذن نخلي كل التوابل اللي عملناها مع الطوماطيش البصل الحشيش نقطفه يتقلاو، وعملنا شويه نتاع الملح فوالا، ونزيدو نعملو كذلك ثلاث مغارف تاع الزيت، نحطها فوق النار ونعمل لها ثلاث مغارف زيت. هذا ماشي السمن، نحط نديرو لها الزيت فوالا هكذا، ونخليها ليها راهي تتقلى، وانا دروك نبدا نخلط فيها. فوالا هاي بدات تتقلى هكذا، نحركها هكذا، نزيد نخليها تتقلى تقريبا واحد ربع ساعة هكاك، واحد ربع ساعة هكذا، ونجيب الماء كذلك باش نمرقها. والغطيوة ننتقل لهنا، نزيد نخليها تتقلى شوية فقط. الحريرة دائما قلنا بارد فيها، كنت نخليها تتقلى شوية فقط. وهنا نبدأ نحط الحشيش اللي كنا وشوية مع عدنوس وعريش نتاع نتاع النعناع، نحط الحشيش، نحط الزرودية، نحط الحميصة، نمرق ونخليها مالا، ونخليها تطيب. أنا نحرك مليح ونخليها تطيب، والآن في هذاك الوقت هي راهي تطيب، وأنا نوجد لا ليزون. شوفوا مع بعض كيفاش لازم نخدموا لا ليزون. إذن بالنسبة لا ليزون، إذن هنا الحريرة رانا دوزناها قليناها قليلا ومرقنا بارد في بارد، وخليناها راهي تطيب. وقت اللي طيب انتبهي معليح الاخت، تسالوا كل اخت وشي اللي حبت، حبيتوها تجيكم ثقيله، رحيو نحيو القطعه تاع اللحم ونحيو الحميصه، صفوا حطوا الحميصه ولا اللحم عاودوا رجعوه في القدره كي تصفوا. وهذاك كل لي ليغوم اللي درناهم، الطومات اللونيون اللي هي البصل الزروديه، رحيوهم وزيدوا فرغوهم في القدره. حبيتيها تجي خفيفه، وفي رمضان انا نفضل باش تكون خفيفه فقط، صفي وكي تصفي في الكسكاس حاولي بواسطه اون فورشيت لبزي هكذا باش هذاك كاع لو غون تاع لي ليغوم يهبط في القدره. اذا صفوها، حطوا اللحم على جيس الحميصه كي تصفوا رجعوها في القدره، ومن بعد حطوها فوق النار كيما رانا عاملينها، وخلوها تقبض الغليان. كي تشوفوها عاود حكمت الغليان هذاك الوقت، تشلوا المغيرفه نتاع الروز او الفريك او الفيرميسيل، ترموها في البويون هذاك اللي صفيتوه، وتحضروا وتجيبوا لا ليزون. تاخذوا هذه كما تشوفي الخميره هذه اللي امامكم، ها هي وينها، تعملوا لها شويه نتاع الملح شويه تاع الفلفل باش ما تديكمش صامطه، وتزيدوا لها الكرويه، تحطوا لها شويه تاع الكرويه، تخلطوها مليح هكذا، وتزيدوا لها مغيرفه تاع قهوه نتاع خل، انتبهي مليح، مغيرفه تاع قهوه نتاع الخل،
نعاود الخميرة هادي هكذا تخلطيها مليح هكذا فيها الفرينة المرقة غادي تتقلك هكذا زيدوا لها شوية نتاع الملح شوية نتاع الفلفل مش بزاف وشوية بزيادة نتاع الكروية ومغير فتا قهوة نتاع الخل خل جو لو دي بيان ماشي القارص قارص من نحطوها على الميدة الخل هنا وتحطيها فوق وتحطي كسكاس وترميها راكي ترمي وراكي تخلطي على كي ترميها ما لازمش تحبسي لازم تخلطي مليح باسكو تلزم تلصق لك من تحت كي ترميها في القدره نقصي للنار وراكي تحركي وتحركي حتى تشوفيها طابت كيفاش تعرفي طابت في البدايه تبدا دير لك كي شغل كي كومونيكوم دير لك ليكوم هكذا كي تشوفوا هذيك ليكوم صاي يبدا تقريبا واحد الربع ساعه هكذاك كي تشوفوا ليكوم هذيك بدات تروح معناها خلاص الفرينه طابت ما لازمش غير ترمي الفرين لا ليزون تنحيها لو كنت تنحيها تو سويت راكي كي تاكلي تصيبي البنه نتاع الفرينه خضراء تحسي باللي الفرينه ما طابتش اذا حركي بدي تحركي واحد النص نقصي النار وحركي واحد بين 10 دقائق ربع ساعه الاولى اكثر تشوفي ليكوم بدات هذيك تتنحى وتقدميها بشويه نتاع القارص بعد الفاصل رانا نشوفوا مع بعض الكيفيه الثانيه نوصلوا الكيفيه الثانيه اللي هي عباره على الطاجين الدجاج في الكوشه ونبداو المقادير لي باش نحصلوا على هاد الكيفيه نحضروا المقادير الاتيه اولا هاد الكيفيه لازم نحط نعملوها بالدجاج ماشي باللحم بالدجاج خذي طرف تاع الدجاج كل اخت حسب الظروف تاعها وحسب افراد العائله طرف تاع الدجاج نحطوا لها حبه تاع بصل متوسطه مقطعه رقيق خصنا بعد في البيض نحطوا نص ربطه نتاع الحشيش المقطفه كوغياند نحطوا لها 100 غرام نتاع الزيتون من نوع هذا اللون اللي هو الزيتون فيولي ماشي خضر وماشي الكحل فيولي نشرح كيفاش نحضروه وفي نفس الوقت نحطوا كذلك شويه قطع من السيترون كونفي راهو يتباع عند اللي يبيع الزيتون راهو عنده راهو موجود عندنا الان في لي مارشي نتاعنا والاخت تقدر كذلك تحضروا وحدها في البيت تقريبا ربع حبات حسب الكميه اللي تعملي لهذه الكميه نعمل ربع حبات تاع البيض وتنجمي تاخذي اكثر اذا كان الصحن اذا كان لو بلا دو غراتان كبير بزاف والكميه كثيره اذا تاخذي حتى لسته ملح سكنجبير فلفل الكحل ما نديروش بزاف فقط بين صبعنا تاع فلفل الكحل زعفران او كولورون باش نعطوها اون كولور صفراني لهذا الطاجين و القرفه والان نبداو مباشره في طريقه التحضير ناخذ اون كوكوت وهنا يستحسن تكون لا كوكوت من نوع الثقيل تقدري تاخذي لا كوكوت اون تيركويت كيما تقدري لا اون كوكوت اون فونت لازم تكون لا كوكوت ثقيله شويه باش الطاجين يطيب بغرضه ويجي احسن اذا نبدا نحطوا لا كوكوت ناخذوا الدجاج بعد اللي كنا حكيناه مليح بالملح باش تروح له الرائحه حكيه مليح بالملح مليح مليح وبحش ليه مليح خليه يقطر وبعد حطيه هنا في لا كوكوت نحطوا طرف تاع الدجاج اذا كان قدرتي تحصلي تديريه بليكويس يجيك الصحن تاعك يجي شباب الا ما قدرتيش خذي الطرف اللي عندك اذا حطيت الطرف تاع اللحم تاع عفوا الدجاج نحط عليه البصل حبه تاع البصل مقطعه رقيق متوسطه نحط عليه التوابل اللي هي الملح وما نكثرش بزاف لخاطر نعمل في البيض وكذلك هنا ما نعملوش المرقه بزاف ما لازمش نعملو المرقه بزاف والدجاج يطيب بسرعه اذا ما نحتاجوش نديرو بزاف نديرو هاد الكميه هذه تكفي
نحطها نزيد شويه نتاع سكنجبير، الملح عفوا الفلفل الكحل تشوفوا واش ندير، ما نديرش بزاف، ندير فقط شويه هكذا، ما يحبش الفلفل الكحل بزاف هذا الطاجين هذا، ها شويه برك دا نحطو كولور اليمونتير او اللي عندك زعفران احسن حط هكذا شويه هكذا، نحط شويه تاع القرفه هكذا، وما ننساش نحط كذلك شويه نتاع السمن، هنا نعملها بالسمن، ناخذ سمن ونحط شويه تاع السمن، هذه الكميه هذه فوالا نحطها هنا. اذا عملت كل طرف تاع الدجاج، التوابل اللي كنت شرط لكم عليهم في المقادير، عملنا شويه نتاع السمن، الان نحط شويه نتاع الماء ونحطها فوق النار تتقلى، فوق نار مويان، وماذا بك تكون نار ما تكونش قويه بزاف، نحطها هنا ونخليها تتقلى هنا، نغطيها، ناخذ الماء نحضره هنا، نختار من بعد راني نزيد نسق نزيد لها شويه تاع الماء ونحطها تتقلى في هذاك الوقت. واش نعمل؟ اذا المرقه راهي تتقلى، الدجاج حطيته يتقلى، نحضروا الزيتون. الزيتون شوفوا تاخذي الزيتون فيولي، الى عندك دي نوايوتور نحيب الدنيا، ما عندكش قطعيه هكا، او قبل ما تقطعيه شو قبل ما تقطعيه باش تقعد البنه نتاعو ما يدخلكش الماء بزاف، هو هكذا قبل ما تقطعيه حطيه في الماء وغليه، غليه زوج مرات، غليه المره الاولى باش تنحلك الملح، لوحي الملح هذا لوحي لك الماء، قيسي الماء هذاك وعاودي غليه مره ثانيه، من بعد خليه يقطر شليه تحت الماء وقطعيه هكذا كيما راكي تشاهدي على الشاشه، قطعيه اون تو بيتي دي هكذا. نعاود تاخذي الزيتون شري من نوع من تقريبا واحد 100 غرام هكذا، واحد 100 غرام، حطي الماء وغليه الغليه الاولى، ارمي الماء بعد زيدي غليه غليه الثانيه، كل مره تخليه واحد 3-4 مينوت با بلوس، شليه تحت الماء وخليه يقطر، بعد اللي يقطر قطعيه قطع صغيره جدا هكذا هكذا وخليه بجيه هذاك مصبر، ها هو هنا نحتاجوه بعدين. بعد واش ندير الان؟ ناخذ فوالا صحن، فناخذ اون تيرين هكذا ان سالادي، ونكسر البيض هنا باش نضربه نحضره، بسم الله نعملو وحده، كسروه دائما نابار لخاطر ممكن تكون حبه فاسده، وخاصة في فصل الصيف وراكم تفسدو كلش، دونك دائما حطي وحده بحبه بحبه، كسري حبه بحبه هكذا، بيد ما عفوا بيد ما المرقه راهي طيب لي هكذا. نروح نشوف ونحركها، نروح نشوف ونحركها، راهي تتقلى مليح، هاي تتقلى ميا فوالا، نحرك الطرف تاع الدجاج هكذا، وهنا ضيفي كذلك فلق ولا زوج تاع الثوم، قطعيه وخلطيه مع البصل، قطعي واحد نقوس ودو تاع الثوم وقطعيه مع البصل، قطعيه رقيق ما تحكيش، ما فو با الغابي، قطعيه رقيق وديريه مع البصل هكذا ونحرك فوالا. الان نمرق
شويه فقط، ما نديرش الماء بزاف دا، ونخليها تطيب. في هذا الوقت هذا نمشي نرجع باش نكمل نضرب البيض. نضرب البيض ها هو، ما نحتاجش نباتور باسكو ما نضربوش بزاف بزاف، حاجه خفيفه هكذا فقط. من بعد اللي نضربه الان نضيف له زيتون اللي كنت فهمتكم كيفاش تحضروه، زيتون فيولي. نضيف له حشيش مقطفة، نص حب نص ربطة تاع الحشيش مقطفة مقطعة رقيق هكذا، وما ننساش نحط شوية تاع الملح باش البيض هذاك ما يجينيش مسوس. نحط فقط شوية تاع الملح هكذا هكذا. وفي نفس الوقت الآن ناخذ لوحة ونقطع قطع صغيرة من القارص كونفي، ها هو ما يخصنيش كامل هذه الكمية، نعمل هكذا هكذا هذه الكمية فقط نعملها، ونقطع قطع صغيرة هكذا تعطيهم تطيب لنا مليحة بزاف للطاجين تاعكم. ونحطها هنا هكذا يكفيني. انتبهي الآن نفهمك كيفاش تحضريه. إذن هنا نخلط كلش مع بعض، البيض ضربت البيض هنا درت ربع حبات على حسب لو بلا اللي راه عندي، وحطيت له نص ربطه تاع حشيش مقطفه، حطيت له الزيتون اللي كنت حضرته 100 غرام تاع زيتون، غليته زوج مرات من بعد قطعناه، وشويه قطعه من السيترون كونفي. قلت راهو موجود عند كل لي مارشي بارتو اللي يبيعوا الزيتون، راه عندهم القارص هذا موجود الان، راه موجود. اذا هنا تخلطي كلش مع بعض بيد ما راهي تطيب المرق هكذا. بعد اللي طيب انتبهي تاخذي الصحن اللي نحطوه في الكوشه يكون عنده شكل دائري هكذا، ولا يكون عنده شكل ريكتانغولار ما يهمش، المهم تاخذي ان بلا اللي تقدري تحطيه في الفور. انتبهي مليح تنحي طرف تاع الدجاج اللي كنت حطيتيهم، تحطيهم هنا في الوسط هنا. المرقه اللي طابت لازم ما تكونش مرقه بزاف، تكون ثقيله، تكون اونكتوز. تنحي شويه فقط باش تحطيه في اون سوسيير فوق الميده، ممكن كاين افراد عائله اللي يحبوهم شمخ، دونك تنقصي شويه تاع المرقه اللي تحتفظي بها باش تحطيها فوق الطابله، والاخرى تضيفيها هنا مع الخليط اللي عملتيه اللي هو هذا الخليط هذا، وتفرغيه هكذا هكذا، تفرغيه هكذا فوق الطرف تاع الدجاج هاني هكذا، نفرغوه فوق الطرف تاع الدجاج هنا، ونحطوه في الكوشه ونخلوه حتى نشوفوه حمار، وتطلع تشوفي الخليط هذاك يبرون دو فوليوم يطلع، والدجاج هذاك يتحمر، وتقدميه هكذا مع المرقه وبراش تاع القارص. نمشيو فاصل ونولوا مع بعض باش نكملوا الكيفيه الثالثه. نواصلوا مع بعض الكيفيه الثالثه اللي كنت قلت لكم عليها، اللي هي صبيعه التمر بالجوز. وهذه الكيفيه مليحه نقدروا نقدموها في اخر الاكل او في السهره مع لاتاي مثلا. اذا لهذه الكيفيه تقدمي المقادير الاتيه، اللي هي تاخذي رطل تاع التمر، تنحيلو العلفه، تبر تشري رطل
وتنحي العلفه، والتمر اللي تاخذيه ما تاخذيش، ما لازمش يكون صلب، ما لازمش يكون دور، ماشي ما لازمش يكون قاسح. خذي التمر اللي يكون شويه طري، تحطي له 150 غرام نتاع الجوز هكذا، ترحيه ولكن خشين شويه، تشري شويه تاع الجوز وترحيه خشين. بعد نشرح الطريقه. تاخذي واحد 30 غرام تاع زبده هكذا، نحتاجوها باش نواسو شويه التمر نديروه فوق النار. خصنا شويه حبيبه نتاع القارص، ناخذوا نص حبيبه تاع حبه بيض، نواصل المقادير. شويه تاع القرفه تاع العود هكذا، عود تاع قرفه، ونحطوا كذلك واحد ثلاثه ولا اربع حبيبات نتاع القروفل، لي كلو دو جيغوفل قروفل. تحطي عود تاع قرفه، دوك نقول لك وين تحطيها، وتحطي كذلك شويه نتاع القروفل، واحد ثلاث حبيبات ولا يكفي، وكذلك قرفه نتاع الغبره شويه. وهنا تحضري حبيبه ولا زوج على حسب الكميه اللي تعملي، على حسب الصبيعات اللي تعمليهم، تقدميهم بالبرتقال، هذا للتزيين. بعد اللي نخدموها نزيد نعطيكم المقادير اللي الكيفيه الثانيه اللي نحضروها بالتمر القاسح، وهذه الكيفيه مليحه للسحور، تحضريها لافراد العائله في السحور، مليحه بزاف وعندها قوه، التمر عنده قوه مليح بزاف ويشد بزاف على بالنسبه للصايم، راه يفيدو بزاف. نعطيها لك بعد اللي نكمل الكيفيه الاولى. اذا ناخذ التمر بعد اللي نحيلو العلفه، تحطيه فوق هنا، انا خدمته، تحطيه فوق تلوحه وبواسطه تموس تقطعيه هكذا مليح 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 قطع صغيره، انتبهي مليح. تحطي له زوج مغارف تاع ماكله ماشي معمرين تاع السكر، زوج مغارف تاع ماكله تاع السكر. تاخذي مقله مقله، تحطي التمر بعد اللي نحيتي له العلفه وقطعتي قطع صغيره، زيدي ضيفي له زوج مغارف تاع السكر، ضيفي له شويه تاع الزبده، هذا المقدار، هذا واحد 30 غرام، هاغا 30 غرام، هذا المقدار كيما راكي تشوفي، باش نواسوه لو في غوفونيغ، نحمروه شويه في ديك الزبده. ونحطوا له كذلك اللي قلت لك عليها في المقادير، عود تاع قرفه هنا، نحط كذلك القروفل ها هو هكذا، وتحطي القرفه هنا، راني عملت ما نعملش، وتحطي شويه تاع قرفه، وراكي فوق النار من غير فتاع اللوح، وفوق النار ما تكونش قويه، نار هاديه، فو دو، وراكي تخلطي حتى تشوفيه دا هذه لا كونسيستانس، حتى تشوفي التمر كامل واسه هكذا، راكي تشوفي هكذا. هذاك الوقت تحطيه، انا راني عملت له هادو هكذا، تحطيه هنايا، شوفي انتبهي، انا عملت له السكر اذا ما نعملوش. تحطي له الان قارص، هكذا ناخذ شويه تاع القارص، ها واحد نص حبه هكذا تاع قارص، نحطها هنا، ونحط له الجوز، قلت لي هي 150 غرام تاع الجوز، فوالا نحط له الجوز، يعني عندي واحد 200 غرام، ضل نقص شويه، وتخدميه هكذا هكذا. هنا نستعمل يدي، هذا لا لا مازال ما شفناش، نستعمل يدي هكذا، نعركو مليح هكذا هكذا، كأنه عجينه، باش ندخل فيه هذاك القارص، عصير القارص، وكذلك الجوز هكذا. هذا خلاص راه طايب، طيب ده كيما قلت لك في المقلاه بشويه تاع الزبده، ضفت له زوج مغارف تاع السكر، ووجدته حضرته هكذا كيما من نعملوه في المقروط، مثلا الغرس اللي نعملوه في المقروط تقريبا
نفس الطريقة هكذا تتحصلي على عجينة. شوفي ها هي ها هي عجينة ها هي، نحطها بجيه، نغسل يديا ونبداو نحضروا. تحضري ورق نتاع الديول، حضري ورق نتاع الديول، هنا يندار هذا بالديول. ناخذ لوحه هكذا ورق نتاع الديول، ها هم موجودين. ناخذ ورقه نتاع الديول ها هي هكذا، نحطها هنا، وناخذ هذاك نعمله على شكل حربوش هكذا، نخرج شويه باش نوسيه هكذا كانه كل مقروط كما من نعملو المقروط هكذا. نحن نجي حربوش ما يكونش خشين وما يكونش كذلك رقيق بزاف هكذا. الجيامتر هذا الجيامتر هذا فوالا، ها هو. ناخذ الورقه تاع الديول الان ونعملها هنايا هكذا في الوسط هكذا، ونلفها هاك هاك هكذا هكذا، راكي تحصلي على هذا الحربوش هذا. وهنا باش ما تنحلش كنت شرط لك في المقادير على حبة تاع البيض هكذا، نضربوها هكذا بواسطة بانسو ها هو. نعمل هنا باش ما نحلكش خاطر نطيبوه في الكوشة هكذا فوالا، نواسيه هكذا. ها هاني لفيتو وهنا نواسي مليح بس كان بعد نوقفوهم، نشرح لك بعد الطريقة كيفاش نواسيهم حتى نكمل كل الكمية اللي عندي. هنا عملنا لكم واحد ها هو. درك ناخذ الصحن تاع الكوشه نحطه ونحط الحربوش هنا ها هكذا هكذا، نحطه في الكوشه ونخليه حتى نشوفه احمر، ذاك الوقت نحيه ونشوفوه كيفاش نقدموه. نحطها هنا هنا ونشعل الفور. والان نشرح لكم الثاني، هذا مليح، هذه سيت اون غوسيت شرقيه وعجبتني بزاف في السحور، مليحه بزاف. انا نقول لكم مون ايدي استعملوها في السحور، اللي هي دابوغ فيها الحليب، حليب مغذي جدا وغني جدا، والتمر كذلك. اذا كيفاه تاخذي الحليب؟ انتبهي مليح، دابوغ التمر اللي تحتاريه هو التمر هذا من نوع القاسح هذاك، ها شوف راه موجود عندنا بكثير. تاخذيه وتقطعيه قطع هكذا، شوفي كيما راكي تشاهدي ها شوفي، تقطعيه تنحي العلفة وتقطعيه هكذا، مليح بزاف صدقوني، مليح بزاف ومغذي جدا وخفيف في السحور. هذه حاجة حضريها للسحور. تاخذي الحليب تحطيه في الحليب، تسكريه عاديا كيما نسكروه، وتحطيه فوق النار تغلي الحليب. بعد تاخذي التمر اللي كنتي قطعتيه تحطيه في صحن وتفرغي عليه ذاك الحليب سخون ومسكر، تسكريه ومن بعد هكذاك سخون تحطي هذا التمر تحطيه في تيغين وتفرغي عليه ذاك الحليب سخون، تخليه شويه يبرد وعمليه في كيسان وحطيه في الثلاجه لكل الاسره. وصدقيني
جربي وشوفي. اذا بعد الفصل نمشوا مع بعض للطاوله ونشوفوا الاطباق اللي حضرناها اليوم. راكم تشوفوا امامكم الكيفيه الثلاثه اللي كنا حضرناهم مع بعض. عندنا الكيفيه الاولى اللي كانت عباره على حريره ولكن من نوع اخر اللي هي الحريره بالخميره او لوفان. الكيفيه الثانيه اللي هي دجاج، طاجين الدجاج عفوا في الكوشه. والكيفيه الثالثه اللي هي صبيعات التمر بالجوز وقدمناهم بالبرتقال. وكنت كذلك كنت تكلمت لكم على الكيفيه هذه الثانيه كذلك نتاع التمر اللي من نوع القاصح هذاك اللي تواسوه بالحليب وتخلوه يبرد في الثلاجه وتحضروه للاسره باش يتسحروا به. صحة فطوركم وصحة رمضانكم ونتلاقوا في الحصة القادمة بإذن الله.